السلام عليكم. محمد طالي مترشح في ال 12 ديسمبر 2019 في الانتخابات الرئاسية. البرنامج تاعي كي نطلع بريزيدون ان شاء الله، الحاجة الأولى اللي غادي نديرها عفو شامل للمساجين اللي كيخرجوا كاع، ماشي غير هذو، حتى اللي راهم في ليترونجي، هذو تاوعنا، هذو ولادنا صح. ومسح الديون، مسحوا الديون، لا هرجع مسح الديون، قاعدوا مسح الديون أبار العصابة اللي ما تديش، ولا وهذه تاع عفو شامل يخرجوا من كوندوني امور حتى لبتيت بان، هذو كاع يخرجوا، غادي نعطيكم كاع أبار العصابة اللي خدمت ذوك السلطون الكبار، هذوك اللي يقعدوا صح. وكي نطلق الشبيبة من الحباس، هذوك الحباس صغار غادي نهدمهم كاع، نخبطهم بوكلا صاي تاع الحراش. لا هذا كيقعد ورا في العصابة، ورا في العصابة صح صح. كيما نقولوا الكبار هذو اللي عنده فوق 50 عام ندير له عمره باطل صح. وكي يجي من هيه من العمره يسيب 10 ملايين تقار عليه شاك في البلديه، يرفض ذاك الشاك ويروح البنك يرفض ذيك 10 باه يدير نقولوا الطعام ويدير هذوك الصوالح. فيما يخص في نعم، انا شخصيا اود ان يكون اولا ترشحي كقدوه، وبالتالي فكل شيء ممكن في هذه. انا ارى اني اكون رئيس الجزائر، ومن بين احسن الرؤساء في الجزائر، احسن حتى من بومدين، واحسن حتى من بوتفليقه، وأحسن من الرؤساء الذين كانوا في السابق، لأن لدي خبرتهم، وبالإضافة إلى ذلك فأنا لدي أيضا الكثير من الأبحاث والأفكار العلمية التي من خلالها يعني أحدث الفارق، وكذا سأستعين بالتكنولوجيا بقدر واسع. نعم سأكون أحسن، لما لا، سأكون حتى أحسن من بومدين، لأنه بمنطقية لدي خبرة بومدين، وأنا رأيت ماذا فعل وكيف يخطط، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى التكنولوجيا أكثر، ونحتاج إلى التصويب نحو كل ما هو تكنوقراطي، لأن الديمقراطية لم تصلح في وطننا ولن تصلح في دول العالم الثالث ككل. نعم والوضع القانوني اللي راهم يمشيوا فيه لحد الآن، أو يقول بلي شهادة جامعية، يرفضون المقال تاعنا باش نرفض الاستمارة. علاش المطلوب؟ نعم واش ترد عليهم؟ انا تكلمت واش رد عليهم، انا بتسيير نتاعي وتدخلات نتاعي انا ما تجينينيش هذا الشهاده اللي راه يقول، نكتشف صحابين الشهادات اللي كانوا يحكموا بها البطاطا لحقوها لنا 20,000.